بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم. ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة، شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة. هنيئا لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئا له في الدنيا وهنيئا له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي سابقوا. إلى محب الخير، إلى الركع السجود، إلى كل مسلم على هذه البسيطة نقول: ما أجمل التنافس في دوحة القرآن الكريم، حيث تتنزل الرحمات ويسير الجمع المبارك في ركب الإيمان، تحدوهم الآيات العطرة من كتاب ربنا العظيم. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم واستكثروا من الخيرات من العلم والعمل فزادهم الله هدى. حلقة جديدة ومتابعة مستمرة للمسابقات القرآنية، فأهلا ومرحبا بكم. سابق ميدان المسابقات. المتسابق حمزة وفيق علال النبط من المركز الإسلامي والثقافي في بلجيكا، مشارك في الفرع الأول من الجزء 16 وحتى الجزء 20. اقرأ من قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين،
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وفقك الله، بارك الله فيك. سابق. تتوالى فقرات حلقتنا مستمعين الكرام ما بين الكلمة والهداية من وحي القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى مسمع قرآني نختاره في حلقاتنا من أحد الميادين في المسابقات القرآنية، إلى لقاءات متنوعة مع المتسابقين وأهل الخبرة والمشايخ الفضلاء ممن ساهموا في هذه المسابقات. وكما المعتاد في كل حلقة نطلعكم على آخر أخبار المسابقات القرآنية. سابقوا هدايات ومشاهد. في كتاب الله عز وجل آيات وعظات، الشيخ الدكتور منصور بن محمد السميح يختار لنا كلمات من هدايات القرآن. من آداب طالب القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشر أجمعين، نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، آداب يجدر بطالب حفظ القرآن الكريم أن يستحضرها في قلبه ويتعاهدها في نفسه حتى يكون حفظه متقنا وأداؤه مؤثرا وتلاوته خاشعة. فمن ذلك التدرج في التعليم، حيث ينبغي على طالب القرآن أن يتدرج في تعلمه وحفظه، وأن يحفظ المطلوب منه دون عجالة، وذلك بالتكرار والتسميع لنفسه عن ظهر قلب قبل التسميع لمعلمه، وذلك ليتعود على النظام وعدم الاستعجال في أي أمر يخصه. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليعلم طالب العلم أن القرآن الكريم لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ولكن نزل مفرقا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومما يجب على متدارس القرآن التحلي بالأدب في مجلس التعليم، فعلى طالب القرآن أن يلتزم الأدب في حلقته، ولا يأتي بأعمال يأنف منها معلمه، كالكلام والانصراف بدون إذن منه، وكذا الدخول عليه بدون تسليم، وأن يجلس أمامه بسكينة ووقار، وأن لا يرفع صوته على صوت معلمه في كلام خارج عن الحلقة. أما رفع الصوت ووضوحه في مسألة علمية فمطلوب ليكتسب الجرأة في القراءة وليتمكن من إظهار الحروف أمام معلمه. وأما مع زملائه فيحترم كل واحد منهم داخل الحلقة، فإن احترامه لهم احترام لمعلمه ولحلقته، فلمجلس الدرس حرم مقدس لا يجوز انتهاكه، وأن يوثق العلاقة الحسنة بزملائه حتى خارج الحلقة، فيعود المريض ويسأل عن الغائب ويعين المحتاج بقدر استطاعته ويشاركهم الأحزان والأفراح. وهكذا صفات المؤمن مع إخوانه. ومما يجب على الطالب مراعاة الأدب مع القرآن، قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعلى طالب الحلقة القرآنية أن يستحضر هيبة الله وجلال كلامه في قلبه حتى يحصل له خشوع، والخشوع يهيئه للتدبر والفهم، وهذا يشرح صدره ويجعله مبتهجا مسرورا. وعليه أن يستعد للحلقة بتنظيف الجسد، وأول
أول ما ينظفه منه فمه بالسواك ونحوه، لأنه آلة القراءة، وأن يكون على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ ويصبغ الوضوء، وإن كان لديه طيب فليتطيب، وأن يجلس متوجها إلى القبلة إن أمكن وعلى هيئة المتواضع. وعندما يشرع في القراءة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلتزم بالأدب، ويستحضر عظمة القرآن الكريم، ولا يشغل نفسه بشيء آخر غير القرآن في الحلقة، وعليه أن ينصت لتلاوة المعلم وعدم مقاطعته أو الانشغال عنه حال التلقين. وبعد انتهاء الحلقة لا يخرج قبل معلمه، وأن يلتزم آداب الخروج من المسجد بسكينة ووقار. تلك بعض الآداب التي يجب الأخذ بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بكتابه الكريم والتمسك بسنة سيد المرسلين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابقوا سابقوا. لا شك أنه من أسعد اللحظات عندما يعيش المسلم مع آية من كتاب الله عز وجل، يتدبر دلالاتها ويفهم معانيها، وهي قمة السعادة عندما يستمر هذا التعلم. ولا شك أن العمل بما يتعلمه الإنسان من كتاب الله عز وجل هو أجل وأعلى. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يتعلموها ويعملوا بما فيها. رسالة للشباب المسلم، رسالة لأولئك الفتية الذين تسابقوا في حفظ كتاب الله تعالى وقطعوا الفيافي من أجل تمثيل بلدانهم، أن يكونوا منارات خير عاملين بما تعلموا من كتاب الله عز وجل. سابقوا سابقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. اسمي عبد اللطيف الوزجاني، من المملكة المغربية، العمر 28 عاما. سابق لقاء في مقر المسابقة. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. سابقوا. حياكم الله مستمعينا الكرام. في هذا اللقاء يسرني أن أستضيف الأستاذ بدر بن سليمان الحربي، المشرف على وحدة الإسكان بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. حياك الله أخي بدر. حياك الله أستاذ بدر، حفظك الله. كيف هي آلية العمل في وحدة الإسكان من ساعة وصول المتسابق أفراد ورؤساء الوفود إلى ساعة المغادرة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير المرسلين. تقوم الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بوقت مبكر، بحجز فندق قريب من الحرم من مكي الشريف من فئة 5 نجوم، وتقوم وحدة الإسكان بالتنسيق مع وحدة الاستقبال فور وصول المتسابقين إلى المطار بتجهيز الغرف المناسبة لهم، وفور وصولهم إلى المقر المعد لسكنهم يتم استقبالهم بالترحيب والقهوة والتمر والحلويات، ثم تسليمهم كروت فتح الغرف الخاصة بهم، وتسليمهم البيانات والاستمارات الخاصة بالمسابقة، وكذلك تسليمهم جوال وشريحة، وتوجيههم كذلك لوحدة الهدايا لتسليمهم ما يخصهم من هدايا معدة لهم، وأيضا تصوير كل متسابق على حدة لإصدار بطاقة تعريف خاصة بالمسابقة، وأيضا يصرف لكل متسابق فور وصوله 3000 ريال، وأيضا تقوم الوحدة بمتابعة كل شؤونهم وما يحتاجون له طوال فترة المسابقة، وتجهيز كل ما يحتاج لزيارات
ذهابهم إلى الحرم ومن إعدادهم إلى زيارتهم للمدينة المنورة وتجهيز كل ما يخص ذلك. وبعد عودتهم من المدينة المنورة؟ عند عودتهم من المدينة يكون قد أعلن الفائزين ويتم تجهيز لعودتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع وحدة استقبال لإنهاء إجراءات مغادرتهم إلى بلادهم معززين مكرمين كما استقبلوا. حفظكم الله وبارك فيكم. كان هذا هو الأستاذ بدر بن سليمان الحربي المشرف على وحدة الإسكان بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. سابقوا إن من نعم الله جل وعلا على المملكة العربية السعودية أن أسسها الملك الصالح والإمام البار عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، أسسها يوم أسسها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتداداً للدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. مشاعرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته بمكة المكرمة، لم أشارك فيها من قبل ولكن تابعتها على اليوتيوب وعلى التلفاز، وحقيقة يعني سررت بهذا المستوى في التنظيم، ووددت أن أكون يعني من المشاركين في العام القادم، وقد وفقني الله لأجتاز الاختبار في الدولة التونسية وكنت من المرشحين إن شاء الله. سأتي العام القادم إلى هذه المسابقة ولأرى بنفسي ما يتحدث عنه المتسابقون الذين جاءوا في الدورات السابقة من حسن التنظيم وحسن الضيافة. وحاليا أعد الدقائق والثواني متى سأنطلق إلى بيت الله الحرام وأشارك في هذه المسابقة، خاصة وأن لها ميزة دون كافة المسابقات بأنها تقام في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فهذا تشريف للمتسابقين يتلون كتاب الله في الحرم المكي في مكة التي نزل فيها القرآن. يحيى أبو الحسن من مدينة بن عروس الدولة التونسية. سابق أصوات الندية. ومن المتسابقين الذين التقيناهم على هامش إحدى المسابقات متسابق من الهند، حياك الله أخي الكريم. مرحبا بكم. ما هو اسمك؟ محمد طيب. وكم عمرك؟ 16 سنة. نعم. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ كاملا الحمد لله. أخي الكريم أسمعنا مما تشاء من كتاب الله، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك ونفعك بما تحمل من هذا الكتاب الكريم. آمين وإياكم. سابقوا من أهل القرآن. سابقوا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة المباركة من فقرات برنامج سابقوا.
ضيفنا في هذه الحلقة ليس غريبا عليكم، هو الشيخ صابر عبد الحكم حفظه الله. حياك الله شيخ صابر. الله يحييكم وبارك فيكم وينفع بجهودكم المباركة في هذه الإذاعة الطيبة وهذا البرنامج المبارك. شيخ صابر، أمسكنا بك في أروقة الإذاعة وأنت على عجل، فأعذرنا ويكفينا من هذه الفقرة دقائق معدودة. الشيخ صابر حفظك الله وبارك فيك، ماذا لديك من آداب القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوة أنبيائه، خير من تلا الكتاب وخير من علم الأصحاب، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. القرآن له علينا حقوق عظيمة وله علينا أفضال كثيرة لا نستطيع أن نعدها. من آداب هذا القرآن العظيم، يعني من أعظم الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع كتاب الله، هو تعاهد القرآن. فلا ينبغي ولا يصح ولا يليق بمن حفظ شيئا من كتاب الله أن يهجره وأن يعرض عنه. فقد وردت بعض الأحاديث أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل حفظ من كتاب الله شيئا ثم نسيه. والمقصود بالنسيان هنا ليس نسيان الفطرة، ولكن نسيان الإعراض ونسيان الترك، كقوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فإن لو شخصا أعطاك هدية قيمة ثم أخذتها وبعد أن وليت ظهرك رميتها ولم تعتني بها، فأنت لا تعتني بالمهدي. فكذلك إذا من الله عليك بسورة حفظتها أو جزء حفظته أو بعض آيات حفظتها ولامست صدرك وقلبك، ينبغي عليك أن تحتفظ بها وأن تتعلق بها وأن تتعاهدها وأن تحافظ عليها. أما كونك بمجرد ما تحفظها تهملها وتعرض عنها جانبا، فهذا ليس من آداب القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن. شيخ صابر حفظك الله وبارك فيك، الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب القرآن الكريم، وأخص بالذكر طلاب المدارس النظامية، تجد الكثير من الملاحظات عليهم في التعامل مع نسخة المصحف. نعم، القرآن شريف والقرآن عظيم، ولذلك ينبغي على أبنائنا أن يتأدبوا بآداب التعامل مع المصحف. على سبيل المثال إلى الحصر، إذا أراد أن يأخذ المصحف من زميله أو أن يعطي المصحف زميله، فينبغي عليه أن يعطي بيمينه وأن يأخذ بيمينه، فإن ذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب التيامن في شأنه كله. والشأن هو الأمور ذات القدر وذات الرفعة، أما الأمور التي يعني أقل قدرا فلا بأس أن يستعمل فيها يساره، كان مثلا يعني عفوا يأخذ نعله يعطي كذا. أما اليمين تكون الأشياء الكريمة، يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، لا سيما إذا كان المعطى أو المأخوذ شريف عظيم القدر مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك لا ينبغي عليه أن يضع فوق المصحف كتبه وأقلامه وأغراضه، لا، المصحف يعلو ولا يعلى عليه، لا ينبغي أن يضع فوق المصحف شيء. لا ينبغي أن يضع المصحف فيأتي عليه التراب والغبار، لا، بل ينبغي عليه أن ينظفه وأن يعتني به. وفي العادة عموما لو كان يقرأه ويتعاهده لن يأتي عليه الغبار ولن يأتي عليه التراب. وكذلك من الآداب التي ينبغي أن أتأدى بها أبناؤنا، وخصوصا طلبة القرآن والذين يعني يمضون أوقاتهم في حفظ كتاب الله في مدارس التحفيظ أو الحلقات أو المدارس عموما، منها أن يحتفظ بالمصحف معظما مكرما، فلا يكتب عليه لا على نص الكتاب ولا على هوامشه، ولا أن يكتب فيه أرقام الهواتف، ولا يكتب فيه أسماء أصدقائه، لا، يظل المصحف له قدسيته ومكانته العظيمة. إذا أراد أن يكتب شيئا من ذلك يأخذ ورقة خارجية ويكتب فيها، يبقى المصحف لا يكتب فيه إلا كلام الله سبحانه وتعالى. حتى بعض الأئمة من شدة حرصه قال حتى لا يكتب يعني عليه شيء يتعلق بالتجويد ولا بالأحكام ولا كذا وكذا، إلا يعني بالأقلام الرصاص حتى تكون عرضة لأن تمسح، حتى لا يشارك كلام الله عز وجل شيء من كلام البشر ولو كان شريفا. وأيضا كذلك إذا أراد أن يعطيه لزميله لا يرميه، بل يعطيه بوقار ويعطيه باحترام وتقدير لهذا الكتاب العظيم، أن الكتاب العظيم هذا أعظم ما عرفت البشرية من الكتب المكتوبة، لأن فيه كلام الله أعظم كلام
قرئ وسمع ونزل إلى هذه الأرض، فينبغي علينا أن نتعامل معه بهذه المكانة العظيمة. كذلك إهماله بأن يمزق منه صفحة أو كذا، أو إذا أراد أن يفتح المصحف لا يفتحه يعني فتحا يعني فيه عنف، بل برفق وأدب واحترام، حتى قالوا لا يبل الإنسان ريقه ويستعمله في فتح المصحف، بل يفتحه بيده برفق ولو حاول مرة أو مرتين، تعظيما ومهابة لكلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أن تعظيم القرآن من تعظيم منزله، من تعظيم متكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى. الشيخ صابر عبد الحكم في بعض آداب القرآن الكريم التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم مع كتاب الله. سابق جديد المسابقات. أهلا بكم إلى جديد الأخبار. مسابقة غرد. اختتمت مؤخرا فعاليات المسابقة القرآنية غرد بالقرآن في نسختها الثانية بمركز شباب الدوحة في العاصمة القطرية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، وشارك عدد كبير من المتسابقين من حفظة كتاب الله تعالى، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 3 فئات عمرية، وشملت المسابقة عدة أجزاء من القرآن الكريم، بالإضافة إلى معرفة معاني المفردات من سورة النبأ حتى سورة الأعلى، من خلال تحديد كتاب وهو السراج في بيان غريب القرآن. سابق جديد المسابقات. إلى سلطنة عمان، وخبر عن مسابقة عمان. رعى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الحفل الختامي لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 25، هذا الاحتفال الذي أقيم في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس، وتم خلال الحفل تكريم الفائزين 18 بمستويات المسابقة 6 التي تدرجت من المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد إلى المستوى 6 الذي تم تخصيصه لحفظ جزئين. سابق. شكرا لكم مستمعين الكرام على متابعتكم، ويسعدنا أن نتلقى ما لديكم من أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات عن طريق حساب الإذاعة وحساب الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم في تويتر، فأكرمونا بجميل تواصلكم. سابقوا فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة. سابقوا. المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم، وتأخذ أيضا بأسباب الحياة في اعتدال، فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها. سابق مستمعنا الكريم، نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية، هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سابقون. شرفنا كثيرا مستمعينا الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج، هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشائع، وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة.